في الدنيا احكي فوت البيت ميقروا بيا طوال الدنيا امشي بس غنيت محسو بيا وماتبك يا ايه وماتبك يا ايه وماتبك يا ايه وماتبك يا ايه في كل عدة سنين ورا الحيوت ما يشوف النور العين في كل عدة خيال والكون يكون اخمر شي عركش فيه في كل جلح حبيبي وفي قلوبك ساحت وماتلي في كل اختار الغيبة في كل مراكز ترمي في كل ماتو خسارة ماتو خسارة ونورة ماتلي في كل ماتو خسارة ماتو خسارة بر غريب على بر لولدي البحر اللي داخله مفقود واللي راجع منه مولود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزول في الله والأحباب ومرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم فرغ قلبكم ديريكت لايف من قناة المغاربية. تحية كبيرة لكم وكل كما راكم، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية وإن شاء الله تكونوا مهنين ونتلقوا مع بعضنا في حصة جديدة بدينا غناية اليوم يوم وطني للفنان. راح نحكيوا شوية على لا سيريموني اللي درها سي عبد المجيد تبون، فرحة كبيرة يعني ويعني حدث لازم نحكيوا عليه لانه كمان يستقبل مواطنين. صافي بليزير كي نشوفوا رئيس الجمهوريه يستقبل مواطنين، دونك نحكيوا عليه ان شاء الله ونحكيوا مواضيع اخرى يا خاوتي ونفتحوا المكالمات ونخليوا الناس تعبر بكل ادب ونحاولوا مع بعضنا نعرفوا هل الجزائر ماشيه ان شاء الله وراهي تتقدم ورايحه ان شاء الله الى جزائر جديده، جزائر العدل القانون، جزائر الديمقراطيه، ولا العكس تماما. هذا راح نمشيوا مع بعضنا ونشوفوا. اولا نحبسوا ولا نكملوا بلوتو وين حبسنا البارح. البارح سيت بونتانا خرج من قصر المراديه، ضرب شويه هواء، تنفس شويه يا سيدي لانه عنده بزاف ما خرجش في الجزائر، وراح للوزاره ودار هذاك الملتقى تاع التهديدات السيبريانيه ويعني تكنولوجيا كبيره للتحضير وباش ما يقدروش يعني يخترقونا ولا يخترقوا الجزائر. ولا تعرفوا رانا ديما في الاتموسفير تاع الحرب والقره ومعقابنا ومؤامره على الجزائر وكذا وكذا وكذا. نفكركم في الفيديو تاع البارح، تفضل خويا المخرج. ان تحديد التهديدات السيبرانيه ووضع آليات الرقابة والرصد الناجعة يشكل اليوم أحد أهم الشروط الاستباقية لتوفير الحماية اللازمة والكاملة لمنشآت الحيوية بشكل آمن ومستمر، وذلك ضمن منظومة التكفل بالأمن الوطني بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية. فوالا يا خاتي، كان هذا اجتماع كبير جوستمون يحكي على هذا التكنولوجيا العالية، هذا التكنولوجيا، هذا النيميريك وهذا الأمور يعني والتجسس وكذا، ولازمتنا الجزائر تحضر. وحبسنا وحكينا قلنا فوالا كان هذا لاكتيفيتي تاعو ولا لاكسيون تاعو برينسيبال. ولكن يا خاتي يعني بلا ما نكذبوا يعني عروحنا، يعني الانترنت في حالة ويعني لي ريزو في حالة، تويوات لنقل الماء صرف الصحي وما كانش فايدة تخرج الدنيا ومبوشين، كيف انت حاب تعقب لافيبر وتدخلها تكنولوجيا؟ اللي حاب بيراتيك ما يدخلكش خاطرك ما عندكش اصلا ريزو، ما يقدرش يدخل لك، راك مبلوكي وكلش. ولا اكيد انه ربما كون
انا نحكي ونقول يا ولدي الريزو ما عندناش وانترنت ما عندناش وكذا ورانا مشنا في هذيك الناس راهي بدات 20 سنه في الانترنت وبدلت لي كابل وكلش. فالناس قد تقول لك وعلاه تسب في بلادك وعلاه نهار كامل طيح في بلادك وعلاه كذا وكذا، ربما كي نهضروها احنا تبان شويه اكزاجيري ما يقبلوهاش. فقلت معليش يا سيدي نجيبوا فيديو تاع البارح وين برلماني هدرها امام الملأ وهدر الحقيقه اللي نفس الهضره نهضروا فيها احنا وهدرها فاس للوزير جوستمون ويحكي له على هذا الرقمنه وهذا التبهليل كامل وانتم قاعدين تكذبوا على الشعب. روحوا الفيديو ثلاثه يا خويا المخرج. البيداري هذا راهو داير احلام، الجزائر ما تعيش بالاحلام، ما قدرش يعيشوا بالاحلام. التليفون تاعو ما يمشيش، الفاكس تاعو ما يمشيش، الريزو ما عندوش في الوزاره تاعو، ويقول لهم انا ندير الرقم هنا و100% في الرقم هنا. مين هذا؟ كيفاش نبقاو دوك نكذبوا حنا على الشعب تاعنا هكذا؟ خلاص مدام الناس قرات وفهمت، انا هنا في البرلمان احنا في تهبط السلسور ما عندكش الريزو تقول ندير الرقم هنا، ويقول لهم نديروا لي ستارت اب. لي ستارت اب مليون ستارت اب ما كاش منها، ما نغذيوش الشعب ولا الاحلام تاع الشعب الاكاذيب. كيف نديروا احنا مليون ستارت اب؟ وين صرات يا ربي كي يجيبوا 10 كي ينجحوا 10 كل عام في الجزائر راحنا دي شامبيون. ولينا نديروا مليون، الكار يمشي بالانترنت، التلميذ يقرا بالانترنت، ما كاينش منها. التليفون ما يمشيش، التليفون تاعو سيد الوزير والله ما يمشي. ها يا سيدي مش تاعك تاع ذاك سبحان الله والله ما يمشي، تعيطي له بالفاكس ما يمشيش الفاكس تاعو، ويقول لك الرقم انا و100% في الرقم انا. سمعتوا يا خوتي هاي الحقيقه، اقول له علاه تسب في بلادك وعلاه وقاعد يهدر في الحقيقه. فاكس تاع وزير ما يمشيش، تعيط يقول لك معطل، تبعت فاكس ما كانش مقطع ولا ما. انترنت ما عندهمش، تلميذ يقرا بالانترنت ولي بوس شو داك الشعارات تاعت ساعات تلقاهم الطاقه الشمسيه شعارات. يا خوتي ما زالت الناس ساعات تطلع البرلمان وتهضر يا جماعه كم تكذبوا على الشعب، تغذيوا احلام الشعب بالكذب. يا اخي سمعتوها، انا مشني قاعد نقول لك، انا ما عم باليش يا خوتي، انا حسبتها كيما هاك باللي كاينه في البلاد طاقه شمسيه وباللي الدراري يقراوا بالانترنت ولي بوس بالانترنت كيما الفيلم تاع ست ميليمو هذا كل سانك ميليمو عفوا ما يطيروا الطيارات سيدي هاي روح. ولكن الحقيقه هذه انت وش حاب تحمي يا سي تبون وهذه التهديدات السيبريانيه؟ انت ما عندكش ريزو تما السيدي يجي داخل ما كانش، حتى بيراتي لك فاكس يلقاه مفلق ما كانش فاكس، كلش مقطوع تما مقصوص يعني وش وين حط وين يعني. ولكن ما علينا، هو لهنا وقاعد يهضر مع وزير جوستمو العامل وكيف من بين الاحلام والكلام اللي يقولوا تبول وكذا راح نديروا درنا ولا راح نديروا مليون ستارت اب، مليون شركه مصغره هك ناشئه مليون. سيد قال لهم ما تكزيستيش في العالم، ما تكزيستيش، كون نديروا 10 في العام رانا بيان. بصح المواطن البسيط هذاك كي يقرا مليون يقول لك شفت الجزائر يا خويا شوف مليون، ودي خرج لك تعليق نحن أول بلد في العالم والأولين عالميا. يا ولدي ناس عادوا يفتحوا الأكاذيب تاع هاد السلطة باينة تما، ما تكذبوش لهذه الدرجة. والسلطة تقول لك ما هو المواطن مسكين وش يفهم، روح بركة قول له مليون ولا ألف ولا مئة ألف وين يفرق مسكين بالزيروات، وين عم بل هو يهز المعلومة وروح البيس في ألجي قال لك بالانترنت الانترنت روح سيبان قص علينا ما تحاولش تفهم. الورك يا خاتي قلت لكم يعني التويوات الكبار لي بيوز هذوك تاع المياه صرف صحي وتويوات، شفنا طفله مسكينه هذيك اللي توفات تويوات كويفر تاع لا بلومبري فيهم تريسيتي ارواح انت دير الرقم. هو انتوكا كان يتكلم على جوستمون مع الوزير مادام حكينا على هذا البرلماني، يتكلم جوستمون على قرار رئيس الجمهوريه. خلينا سيدي من مليون ستارت اب، هل قرار لانه كي غير داروا اجتماع وكذا والرئيس دار قرار زعزع به الجزائر، هو وش هو ترسيم تاع الماجستير، هذوك الالاف تاع الماجستير والدكتوراه قرر تبون انهم يدرسوه مش درك يعني باش يبداو يرسموهم. ولكن كيف نسمعوا البرلماني يحكينا على حقيقه هذه الامور وش كاين في الميدان بين القرار اللي مده الرئيس وبين ما يطبق في الميدان. تفضل اخويا المخرج. سيد رئيس الجمهورية، أنا ما فهمتش بعد سيد الوزير هكذلك
سيد رئيس الجمهورية يمد يعني أمور للشباب الدكاترة، قال لهم باللي باش يخدموا إن شاء الله يدمجهم كامل في العمل كامل بدون استثناء. يوم بعد سيد بيداري رئيس وزير الجامعات يدير تعليمه باللي الدكاترة وأصحاب الماجستير اللي يخدموا وش يخدموا، يخدموا في المدارس الابتدائية، يخدموا كأعوان في شركات، يخدموا في أي مكان، يعني في مستويات أدنى بكثير من مستوياتهم. يقول لهم باللي ما أنتم ما كوش معنيين بإدماج سيد الرئيس، سيد الوزيرة لازم تشوفوا لنا القضية. شي قضية هذه كارثة، إذا سيد الرئيس يهضر حاجة والوزير يدير حاجة أخرى ما فهمناش. كذلك عندي جماعة تاع الماستر هذو قال لك حنايا كي نلقاو لي كونكور يقولوا لهم تيرمينال و مستويات أدنى، هو راح يروح هذا اللي عنده ليسانس وعنده ماستر وراح يروح، وعلا نقريو فيهم من؟ يخليهم ما يديروش الباك وخلاص ما يديروش الباك. سبحان الله العظيم. سيد الوزير مع احترامتي لك يعني ماذا بيك تهز الانشغال بعين الاعتراف، لانه راح يثير ضجه في الاوساط الشعبيه، وحنا ما حناش في حاجه لهذا. حنا ماذا بينا الجبهه الداخليه تكون قويه باش ساند سيد رئيس الجمهوريه فيما هو ذاهب اليه. سينو يعني بصريح العباره مش الجبهه الداخليه وضجه، سينو راهي تتخلط، راهي الدعوه سخونه، راهي الناس كل تغلي. هذا هو الترجمه تاعها باللغه الجزائريه، رايكم خلطين الدعوة خلوطة كحلة، ولا ما نقولوش كلبة لأنه بلك ما تقالش في التيري، خلوطة كحلة. رأوا الجبهة الاجتماعية والداخلية راي تغلي، الرئيس يقول قرار والوزير يدير قرار، ثم الرئيس يدير والأخر يطبق حاجة أخرى، لا وتحسب الرئيس ما عمبلوش، ثم أنت فقت لها والرئيس ما فاقش مسكينك، ثم دار قرار وخدعوه مسكين. والله هو قدام الشعب دار قرار مليح وصفقوله، ولكن هي مدروسة يا خاوتي، هي مدروسة. القرار حلم وزين وباللي والله راجل وفحل، والوزير اللي ما يصلحش كيشغل الوزير يدير فيها من راسه. الوزير كل ما ينطق يقولكم حسب ما قال الرئيس وحسب برنامج الرئيس وحسب تخطيط الرئيس وبفضل حنكة الرئيس عم بالما يدمخدومة بالدمة يا خاوتي. هنخدموكم بس عوشي ولازمتنا نديروا كونكور. الحمد لله تاع الماجستير والدكتوراه يفرحوا، يا جماعه صايحه يخدمونا نديروا كونكور. وش هو الشروط؟ ماشي شروط لقمه ودو فوتو وكذا، ولازم يكون عندك مستوى ترمينال. يقولوا لا يا شيخ اني مستوى ديت الباك اني ماجستير. لا احنا نقبطوا غير اللي عندهم مستوى ترمينال ما يمدخروا بهم. لا عندك الباك؟ لا احنا لا احنا اللي ما عندهمش الباك برك. كيفاش تسمى تمسخر بيا؟ احنا نفركتوا على الناس اللي يقراوا ودركا لا، احنا في بلادنا بالعكس، احنا اللي يقرا في الدول الاخرى اللي يقرا وعنده دبلومات وكذا مؤهل الى العمل، احنا في الجزائر العكس، اللي ما قراش وما عندوش باك وداك هو هذاك يمكن عنده دي شانس يخدم، الاخر ما نقراوش كيما قال لك هو ما نقول له علاه تديو في الباك، وحنا ايامات على الباك. عندكم الخاوة تدي الباك تحصل لي كونكور في الجزائر بلا الباك، اونفا لي كونكور تاع وين كاين خدمه. وزيد مساكن تاع الماجستير يا خاوتي تبون قال لي عنده ديبلوم ماجستير ودكتوراه يرسموه. اون اتوندون كاينين ناس عندهم دي ماجستير ولكن الله غالب لقى خدمه كيما نقولوا احنا بريكولا في ابتدائيه، الاخر عساس، الاخر مسكين قال لك هذوما اللي يخدموا ديجا ما كان لا نخدموه ما ويخدم ديجا. لا بصح ما يخدمش بالشهاده تاعو. بصح احنا قلنا رئيس خدموه ما قلناش خدموه بالشهاده. احنا قلنا خدموه ما دام يخدم اقعد في الابتدائي ولا اقعد عساس ولا اقعد مدبر راسك. وش الخلوطه هذه؟ انتم حابين ترسموا الشعب، حابين تحلوا له مشاكله ولا تخدعوا فيه؟ هذه هي الرساله تاع البرلماني. راكم يعني تبريكوا لي في الشعب مسكين تمسخروا به. كيما كي تروح انت للشركه يبعثك البيرو فلان يقول لك سهل اخلا روح جيب لي ورقه برك من عند بيرو الاخر، الاخر يقول لك متهني كون ماشي مشكل روح برك البيرو الاخر، تروح البيرو الاخر يقول لك ارجع البيرو الاول دوك يعطيك واحد الورقه هذيك اللي تجيبها لي انا، تروح البيرو الاول يقول هاني قلت لك ارجع البيرو الثاني هذاك هو انا خاط، ويبقاو يدوروا فيك. نفس كيما حنرسموكم بصح لا اللي عندهم يبقاو لازم الشهاده، والشهاده ما عندكش باك وتبقى الدور. وهذه كل كما قال هو راح تغلي الجبهه الاجتماعيه. وهذا فاش نشوفوا السفره هم خرجوا تاع الماستر يعيطوا البداري هذا وزيه الجامعات، هاي الجبهه. تفضل خويا المخرج. يا تبون يا تبون بداري خلق القانون، يا تبون يا تبون بداري خلق القانون.
شافتهم ساكن هام واقفين ها الجبهة الداخلية في كل ميدان الخدامة البطالين كذا كذا ها هي بورتون عندها سمانة كانوا يزغرتوا تبون صايي يعطيه الصحة وكذا هذيك شقلوبي صبحوا في يا بداري يا تبون حل القضية ها وحل القضية تبون وهدر في التيلي وقال لكم صايي ما حلش هو بداري ما سمعلوش يلا غالب روحوا البداري احنا جينا البداري بداري قال لهم انا خاطي يعني في داري قالوا يا بداري مش هدارك اي داري ونبقاو ندوروا في البيروات تبون خاطي بداري خاطر هما خاطين مساكن يبقاو مرمدين كيما هاك والجزائر هاي تباتيني سور بلاس هاي دير في المون والكير تاع مايكل جاكسون هاي سور بلاس دونك احنا نستناو وقتها يا بون ما كان لا طافونسي لا تركولي رانا بباتيني ويا خاطي مساكن ها ها ميسنا وشكون حيستقبلهم واحد ما يستقبلهم وتبون يستقبلهم الا آه تبون لا اليوم مشغول تبون اليوم عنده اليوم الوطني للفنان بقاتك احنا وقت تسمى شويه فن جمع نبقاو لاتين بالمشاكل والترفيق والعياط ويا بداري يا من عاش ان شاء الله نشوفوا لكم حل ان شاء الله ابقوا مع بي دايس وابقوا على المتعاقدين وزيدوا شوفوا المتقاعدين تاع الجيش الى اخره وهي ماشيه البلاد واحده واحده خاوتي دوقا دوقا حتى نجي الامور هذه تتحل في العهده الثانيه ان شاء الله اكفوا برك بعد ساعه في المجيد تبون هذه كانت المقدمه برك يا خاوتي قبل ما ندخلوا في المواضيع يعني تاع اليوم خويا المخرج فتح لنا الواتساب سكايب التليفون واتساب لا كاين انترنت بيان سور سكايب لا كاين انترنت اما لا كاين شويه زوزدور في الفليكسي تقدروا تعيطوا في التليفون تفضل خويا المخرج اذا كاين مكالمات نتوكلوا يعني سينون انا نونشيني ياك عم بالك الفيديوهات كايدين نونشيني ولانه كما قلت لكم استقبل اليوم الفنانين وللاسف الماجستير ودما يعني مازال الحال ان شاء الله خلي كي نفريوها باذن الله تفضل خويا ولا ما كانش كونيكسيون وقيل الخاوه ما كانش كونيكسيون عبد المجيد من العاصمه السلام عليكم سي عبد المجيد مرحبا بك السلام عليكم خير وطفي اهلا وسهلا ومرحبا بك سي عبد المجيد واش راك خويا لاباس؟ لاباس الله يحفظك يا خويا انت راك غالط سمح لي راك غالط مليح نعطيك انا بالدليل بلي تبون قال الانجازات وراي الخضره رخيصه وكل شيء رخيص عندنا والجزائر مليحه الحمد لله بالدليل تتعب بالدليل هيا هيا روح بالدليل هيا تفضل صح على 8 الساعه النشره تاع الاخبار بعث لكم فتاه دخل تلفزيون تقضي باطل الانترنت تمشي فور كلش كاين ما نقدر تعباتنا ولا بالو راه كلش جاهز على 8 الجزائر خير من لاتيان تخلص النشره تاع 8 نعاود نولوا السوق بالله تاع بكري الفوضى المشاكل الغلا من الخدمه ما كاش البطاله وكي تعاود تولي النشره تاع 8 نعاود نولوا بنا لهنا هذا هو يا خويا لطفي راهي خلوطه راهي الكذب في الكذب كان غير الخبر تاع باتنا والجمال تاع النابه اللي راهم يمنوا بعد الفوضى هذه والسلام عليكم يا خويا وعليكم السلام سي عبد المجيد قالنا كيما كان الجزائر تو فا بيان تبدا النشره تاع 8 صباح 9 ونص تفضل تبدا المغاربيه هالوقفات هالفيضانات هالبهدايل تفضل المغاربيه تجي النشره تاع 8 ترجع الجزائر عروسه ونواره تفضل 8 تجي الحصه تفرغ قال لك هالفيضانات ربي يحفظك يا خويا تفضل اخويا المخ احمد خونا من مست غانم السلام عليكم سي احمد اهلا وسهلا الو مرحبا بك سي احمد السلام عليكم سمعنا من الهاتف بركه سي احمد اللي هي بالرطار تمشي نصبروا شويه مع خونا احمد لازم يبعد فقط لانه كنت تبقى قدام تيلي كان ديكالاج بين الصوت والصوره عاديك تسمع صوت الرطار نبقاو شويه مع سي احمد نصبروا معاه شويه الخاوه بالك نعم سي احمد السلام عليكم سي
السلام ورحمة الله. مرحبا بك، معك لطفي راك على المباشر بعد على التيلي وتفضل. الله يسلمك خويا لطفي بين سقتي. نعم مرحبا بك. عندي ولدي حرق من 25 ديسمبر. نعم عندي ولدي حرق من 25 ديسمبر لحد الآن ما بانش. 25 ديسمبر. السلام ورحمة الله. واه هاني عيط لك عم خطرة ما حكمتكش اليوم. ما عندك حتى خبر مع اللي راحوا معاه؟ كاش ما عيطوا لعائلاتهم ولا واحد من ساعة ما تحابوا ما عيطوش لحد الآن؟ قال لي راح عم بالك فيه راحوا يعني الموتور والفلوكة ولا ما عم بالكش يا سي حمد؟ من سبدي سامر احنا أنا من صغري ما هي حمد. يا سي حمد عم بالك الفلوكة والموتور اللي راحوا بيه ولا لا؟ لا الفلوكة والله ما على بالي. واحد ما عيطش لك في خويا وبغيتك تخبر لي وتقول لي. وانت انتظرت حتى ندرك سي حمد؟ والله ما على بالي الفلوكه اللي راحوا بها بصح راحوا هما واقيل 22 واحد. منين خرجوا؟ منين خرجوا سي حمد؟ منين خرجوا يا سي حمد؟ لازمتنا الماكسيموم د انفورماسيون باش كي نبعثوا يعني ولا نسقسيو عنا على الاقل معلومات. منين وليت نحكمك كل خطر نعيط ما حكمتكش؟ كنت نعيط من الابتفاضي وحتى وليت درك بلي جيني تحكمتك. منين خرجوا يا سي حمد؟ هما المصغالين منا موريعه. 25 ديسمبر بزاف. شكرا لك يا سي عبد الخاوة. يعني احنا باش نسقسيو الجمعيات اللي تما ولا نسقسيو يعني حتى تاع الحدود ولا نبعثوا ولا تبعث ميل ولا اي حاجه. تسمى 25 ديسمبر يقول لك بزاف يا سي احمد بزاف، راهي كاينه ديجا عندهم شهر وما بانوش. تسمى يتخلطوا بعد الفلايك وهما كيلقاو فلوكه توصل ساعات حتى لا قدر الله تقلبت يصوروها ويعرفوها بالموتور. تسمى يكتبوا فلوكه موتور فلاني مثلا ويشوفوها في الجي بي اس خارجه من بلاصه فلانيه قيناها مقلبه مثلا لا قدر الله. فيك عقد ما تمد معلومات عقد ما. ولكن 25 ديسمبر يا سي احمد طولت بزاف معليش. مهم الامل ان شاء الله يا ربي فيها خير. احنا ما خاسرين، انا نبعث ونرد لك ان شاء الله اذا عندي اون ريبونس. وربي ان شاء الله يصبركم يا سي احمد ويصبر كل العائلات اللي ولادهم هاجروا يعني وربما راهم بدون خبر. تفضل اخوي المخرج عبد العزيز من وهران. السلام عليكم سي عبد العزيز. وعليكم السلام. السلام عليكم توما. اهلا وسهلا ومرحبا بك، تفضل سي عبد العزيز. تحيه كبيره جدا لطاقم المغاربيه. ربي يحفظك. قناه التنوير، قناه الحقيقه. مرحبا، الحمد لله، شكرا. المهم نحب نشارك في الموضوع اللي نفقه فيه الجيش الوطني الشعبي. تفضل سي عبد العزيز. القيادة نورمالمون تاع الجيش، القيادة نتاعنا نتاع الجيش ضروري تعطي قيمة شوية لروحها وقيمة للجيش الوطني الشعبي وتنقص من ظهور مثال مناورات الجيش الوطني الشعبي في نشرات الأخبار في القنوات الخاصة. يروحوا يقعدوا يعرفوا يديروا الحرب السيبريانية ويروحوا يديروا قنوات كما الجيوش العالميه المحترفه، قنوات عبر الانترنت، قنوات خاصه بالجيش الوطني الشعبي، يديروا المناورات، يديروا مجلس الجيش كما بغاو. المهم ينقصوا شويه، يحترموا الشعب الجزائري، ينقصوا لنا من النشره تاع 8 خاصه المناورات العسكريه. الشعب الجزائري واش يدير بالمناوره العسكريه؟ صح. ونزيد انا كبرت في الجيش الوطني الشعبي، هادو ما يخدموا الجيش محترف، هادو كانوا يبعثوا لنا اوراق تعليمات تمنع الهواتف الذكيه. كيف يخدموا الجيش هذا محترف؟ يخلوا الجيش الوطني الشعبي للشباب كخرجونا حنايا 45 46 ومريح فيها واحد 70 80 سنه، وين رايحين؟ فاني من راكم تقدموا الناس كاع على بالها، الناس كاع على بالها باللي راكم مريحين في الجيش على الامور الدماء اللي صرات في التسعينات والسرقه اللي راكم تسرقوا بها. المهم وش رايك سي عبد العزيز في يعني المحاكمات بوعز واسيني 16 سنه وكل هذا الاعلان يعني على هذا الفضائح؟ شوف هذا امور اقسم بالله العلي العظيم وتستقل العداله، نشوفوا اكثر من 2000 جنراتشي
هذه امور باينه معروفه للجميع باللي جناح تقدر تقول جناحين هما ما كانش جناحين هما يتفاهموا على الشعب الجزائري بين بعضهم برك مدابزين دونك كاينه صراع اجنحه شكرا لك سي عبد العزيز شكرا لك انت تفقه في هذه الامور اخر مكالمه ربما خويا المخرج محمد من العاصمه السلام عليكم يا سي محمد وعليكم السلام وشاك يا سي لطفي راك بخير الله يحفظك مرحبا بك خويا العزيز شرفتنا الحمد لله الحمد لله راح نتكلم معكم معليش تفضل يا سي محمد بالك على المواضيع اللي تكلمناهم ولا على مواضيع المواضيع أخرى. شوف سي لطفي في الجزائر ما كانش غير تبون تبون سي ان بريزيدون وي رئيس دوله وي انت تنوض بتبون وترجع بتبون الجزائر فيها الوفات من تبون راك معايا فهمت فوالا كحاجه واحده اخرى انا راني نشوف زافي باسي ان فيديو دان جون يقول لك ادوني ولا نقتل روحي ولا لا حبذا ولو كنت تتكلم معك الفوقي فو باسيونتي يفو باسيونتي اصبر تاكد بانك لو جون عنده صحابه عنده احبابه عنده فاميلتو مي انت ابارفير لو ميكرو اللي تهضر به يفو لي دوني دي ليسبوار انت مراهزة عايت واحد قالك عندي ست دراري كون سيبناه من هذه البلاد هذيا شفت لا انا خرجت 23 بلاد ونعرف الخارج ما تسترق غير بلادك ما تسترق غير بلادك مليح صح كان مشاكل في البلاد كان ناس عايشين مليح كان ناس ماهوش عايشين مليح ولكن هي توجد ليسبوار صح هي توجد ليسبوار انا نتمنى انت ابرازر القناه اللي راك فيها انت يفوتونا في دي سبور لي جون هذوما الناس هذوما انا ما نقولش نقولوا اصبر ان شاء الله ابرازر تي زامي ابرازر تي بروش يقول لك خدمه يعاونوك ودعي لاباس ما 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 لازمش يحرق البلاد وين يروح بلادك بلادك وسامحني بقى لا خير سماح وشكرا لك اخويا محمد شكرا لك على الملاحظات مهمه جدا نحبتو هنا مع اخونا محمد باسكو ملاحظات مهمه جدا جدا اخونا محمد يقول يفو دوني دي ليسبوار يعني هاد لو جون تعطي له اسبوار واش تقول له مثلا تقول له ما تحركش دوك تلقى خدمه تري بيان بصح المشكله احنا ما منعقبوا ناس قاعدين يخدموا ويقول لك يا ولدي احنا ما خلصناش بال20 شهر ثم دا حتى كون يلقى خدمه اللي باسوتي دو لوبرج مازال ثم قادر تخدم وخويا العزيز ما كانش خلاص وقادر تخدم ما تخلصش ويسحتوك من الخدمه من بعد كيما كهرغاز دي ميليي واش تقول له زيد اصبر يقول لك شنو اصبر نصبر نلقى خدمه باش ما نخلصش باش من بعد يسحتوني ثم سي تعرف لو شيان كي سبور لا كو كيما يقول رانا ندورو هذا هو المشكله قادر تقول له مليح يا خويا اصبر وكان هاي يقول لك هي بصح اعطيني الديدلاين اعطيني قداه نصبر عام عامين ثلاثه قداه هي دي هي خاطرك كان امانه خويا محمد تما كي شغل قصدك انا نوم وبركة اقول له اصبر الشيخ مانيشني سياسي سينو نقول له انا اصبر وندوك نديروا لم الشمل واصبر بركة ودرك شوف متقاعدي الجيش وش خرجهم في الطريق وشبعوا ضرب وكريموجان هل ما صبروش يا ولدي راهم صبروا من 2014 من 2004 عفوا وما صابرين شوف لي جاتهم الحمله هل ما صبروش او اللي يقول لك 10 سنين كذا تخيل تقول له انت والله زيد اصبر برك يقول لك وقتها اعطيني اعطيني برك حتى كشفت تبون ويشبر برك ويتيري الدخول السداسي حوالي ما كانش ضاد ولكن عندك الحق انت كي تقول يفو دوني ليسبوار وكذا تخيل انت تشوف يعني انيماتور يعني صغير هكا في برنامج صغير في قناه هكا مغاربيه وتشوف باللي عنده ريسبونسابيلتي باش يمد ليسبوار فما بالك المسؤول الأول على البلاد اللي خدمته بعده يمد الإسبوار لشعبه شفت محمد ما يمد أو كان إسبوار كما قالك البرلماني تقولوا درنا مليون ستارت أب هاي كذب كانش منها ما كان أي دولة تما تحب نعطيهم دفوز إسبوار نكذبوا عليهم أصبروا يا خاوتي الشهر الجاي كذا وكذا وكذا شفنا قبيلة أخويا المخرج دوك يزيد يحط لنا شوية ساعات لازم يحط شوية دي فيديو يدوروا هادوك تاع الماستر ماستر يا أخويا العزيز هاك تشوف فيهم قارين خير مني وفاهمين خير مني وكذا صبروا وداو الباك وصبروا وزادوا داو قرا وزادوا صبروا وزادوا داروا دكتوراه وزادوا صبروا بوتفليقة وضربوا شوماج وزادوا صبروا وزاد جات تبون ندير لهم وتزيد تقول لهم زيدوا اصبروا أخواتي وسيد يهبل إلو نمار
tu crois que خرج هذا باسكو البارح وين جاتو الضيقه راه خرج باسكو كره. ولكن على العموم عندك الحق، حنا مهما يكون ما نقطعوش الامل لانه الرزق بيد ربي، وديما نقولها للاخوه رزق بيد ربي، وهذه حكومه مهما كانت تروح وتجي. وما نقدرش ريبونديو على كلش يا خويا العزيز، ولكن نحكيو شويه على لاكتيفيتي تاع اليوم اللي هي كانت اليوم الوطني هذا للفنان. وشفنا سي عبد المجيد تبون بهذه الصوره شويه بوزيتيف باش خونا محمد ما يقلقش علينا. هيا نشوفوا رئيس الجمهوريه وهذا لاكتيفيتي برينسيبال اللي دارتها الجزائر. تفضل خويا المخرج. يتقدم المبدع الشاب عبد الجليل معلم. المبدع الشاب عبد الجليل معلم الحائز على المرتبة الأولى في الفنون المسرحية كأحسن عمل فني، هو أصيل ولاية أدرار، يحظى بشهادة تقدير ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. صافي بليزير، كانت يعني سيرموني ملاحة بعد ما كانت يعني كي غير شفنا الصحفيين كيف كيف تلاقاو في نفس القاعة. سي عبد المجيد تبون بان كان رجل ديكونتراكتي، يعني فرحان مع شعبه، قريب إلى شعبه، مبالي ماج، وعلاه لا مبالي ماج. صافي بليزير يعني نشوف الجزائر تنظم، ولو أنه مام وقت بوتفليقة كانوا مثل هذه الحفلات وكانوا يحضروا، ما يعني ديما حاجه ملاحه للجزائر، خاصه انه كرم العديد من الفنانين الشبان، يعني يعني في هذا المجال يعني شوفها انا حاجه بيان. هذا رايي، وبعديك نحكيوا الراي الاخر. وشفنا ايضا تانا بعض يعني بعض القرارات اللي خرجت، ماشي غير تكريم ولا حاجه، حاجه جديده سورتو ملاحه للفنانين هي لو ستاتيو. تفضل نسمعوا الفيديو اللي وراها خويا المخرج. وعملا بتعليمة السيد الرئيس الصادرة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2023، والمتضمنة ضرورة وضع آليات التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين على اختلاف مهنهم الفنية، عرفانا بما قدموه ويقدمونه من صورة جميلة عن الجزائر. وبعد النقاشات الجهوية والندوة الوطنية تم اقتراح نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالفنان، وهو أهم مرتكزات القانون الأساسي وثماره المرجوة المتمثلة أساساً في استفادة الفنان من الحماية الاجتماعية والتأمين والرعاية الصحية، وكذا نظام التقاعد. وبالمقابل وتنفيذاً للتعليمة ذاتها، اسمحوا لي أيها الحضور الكريم أن أزف إليكم أيضاً بشرى إطلاق مشروع إنجاز مركز طبي اجتماعي لصالح الفنانين. فوالا كل هذه القرارات، يعني حتى مركز طبي باش يداوي فيه الفنانين ولادهم، لانهم هاكم عم بالكم كل خطره نشوف واحد لازم يديوني لتركيا، لازم يديوني كذا، ورايحين يقروا انه يديروا، ما بداروهش، رايحين ان شاء الله يديروا. هذه خطوه ملاحه، رايحين تانا ستاتيو تانا الكوفرتور سوسيال، يعني كان الفنان دركا روتريت، كان الفنان بكري يخدم اونوار، ما عندوش يعني ما عنده اي، ماشي تقدر تقول ماشي ديكلاري والو. اليوم صافا كي جاء عم مجيد تبون هذه سابقه وين كذا وكذا، ولو انه نفس الكلام وعد به ديجا بوتفليقه، ولكن احنا نامل كما قال خونا محمد اون غارد اسبوار وين يقدروا بالك يديروها ويطبقوها. وهاد الفنانين ما بقاوش كما نقولوا سون بابي، ما بقاوش يعني حراقه في بلادهم، على الاقل عندهم دي بابي تاع فنانين وكذا. هذا لو سيكتور دركا هدرنا وقلنا شيء جميل وكلش، دركا يبقى السؤال وعلى هذا الفئه ماشي فئه اخرى. مثلا مستشفى تاع الفنانين سي بيان، مستشفى خاص باللي زونديكابي مثلا، تاع التوحد مثلا، دي سونتر لي زيكول يعني مثلا، متقاعدي الجيش يا سيدي، هل نهار كرمتهم يا سيد بون؟ كرمتوهم غير بالكريموجين والضرب مساكن، اللي كل يطار ربعه من اللي رجليهم طايرين راهم في الحبس مساكن، داروا وقفه يطالبوا بحقوقهم. تخيل يعني هذاك اللي مسكين راهو مرمد كذا، يشوف اللي يعني احنا نحترموا الفنان، يشوف الفنان يتكرم وهو مسكين لا يكرم، هو منسي. الماجستير ها وش بيهم تاع الماجستير؟ الماجستير مسكين اول برا قاعد ينادي يا بيداري يا بيداري، ما نعرفش عندي دارك مشي داري. الماجستير اللي قرا لا يكرم، ماشي ما عندوش كوفرتير سوسيال ولا ما عندوش اصلا خدمه، ها مرمد مسكين. ماجستير ودكتوراه مليح الفن بالبلاد، لكن لي باز يتبناو بهادم
والفن سي فري سي مكملات محسنات بديعيه اللي ملاحه في لا سوسيتي وملاحه في اي ديفلوبمون تاع دوله، ولكن لا باز لا ستركتور ميتاليك اللي راح تبني بلاها انت لا سوسيتي هي هادم. فما تجيش انه هذا البر مطيش في الشمس قاعد ينادي يا بيداري يا بن عضار اعطيني حقي، والاف مطيشين والزينه اللي هي حاجه ملاحه لا فينيسيون يا با سوسي، الفن مليح ويعني مهما كان مسرح ولا ابداع فني، ولكن هذا يجي اولى. كان استقبل هادم ودار لهم كوفرتور سوسيال ودار لهم حداري. احنا مشنا كيما قال خونا محمد نفشلو في الناس، احنا نحكيو ونبوزيو دي كيستيون برك يعني نخمو افيك اون لوجيك. هادو كانوا اولى، كان ناس اخرين اولى. بي دايس هم 4000 برك سيدي ولا 5000 محتاجين مساكن، مازالوا في الوقفات. الفنان قلنا مليح، انا مشني كان نقول لك الفنان محتاج، ولو انه الفنان خاطك عم بالك يغني في العراس قداه يقلب الله يبارك وخلينا يعني. هذاك مسكين هذا ومرمده وما عندوش. فاحنا ما فهمناش الاولويات في البلاد. وعاديك كاين ناس واش يقولوا ان فات هذوما الناس الفنانين سيتون كيما يقولوا هو بوق من ابواق الاعلان. غدوه كون كاينه حمله انتخابيه اكيد انه هذا الفنان فرحان وهذا الفنان عنده ابواب مفتوحه على الاعلام، ثم راح يهضروا بلادنا وبلادنا وتبون وكذا وكذا، فراك شريت لابيب. اما هذا واش راح يقول لك مسكين؟ كي تعطيه خدمه ويحكم دار ويبقى يخدم ليل ونهار ويهمبر وفضت. بصح الاخر هو استثمار اعلامي كيما يقولوا انفستيسمون ميدياتيك. عندك 40 50 60 فنان حتشي ما خدت خاطر برك، غدوه دوك ال 60 راح يهضروا مع 60 الف المواطن و 60 الف في الاعلام وكذا، وراح تكون هي كيما درتها كي غير مع شكون، مع الاعلام في ذاته مع الصحفيين. صحفيين كيف كيف هاكون مزايا وكذا وكذا، غدوة الصحافة كل تلمع لك الصورة وتقلبك باللي راك رائع جدا. أما كي تروح أنت البي دايت ولا هادم ولا تروح للعمال اللي ما خلصوش، ولدي يقول لك هذاك واش راح يدير لك؟ هذاك يخلص ويقعد في داره. أما الآخر حاكم لك الإعلام اللي راح يزين لك الصورة. ولكن جوستومون من بأننا نحكي على الإعلام اللي يزين الصورة في الداخل وفي الخارج، إيروني دو سور كما يقول، للأسف الشديد الحقيقة ديما تكلاتي. وين الصورة تاع الجزائر؟ يعني ماهيش كما شفناها قبيلة، يعني حفلات ويعني كمع الفنانين وتبون يضحك. الصورة في الجزائر مسودة. اللطيف الملتف. نعم ماشني قاعد نكبر يا خوتي، حنجيب لكم نشرة تاع كندا. شوفوا كيف يحكيوا على الجزائر يا خاوتي، ويحكيوا على قضية مواطن كندي عنده أمام طون جنسية جزائرية وكندية. تفضل وين مخرج. La famille des collègues de Raouf Farah demande la libération de ce chercheur diplômé des universités de Montréal et d'Ottawa qui est détenu depuis 100 jours en Algérie. Alors Marie-Isabelle, dites-nous qui est monsieur Raouf Farah et pourquoi est-il emprisonné ? إعلام يا خوتي يتكلم على مواطن كندي اكتسب الجنسية الكندية وأصله جزائري، كي يروح البلاد والبلاد والأصله في عود يهتموا به ويقولوا هذا سيتان شرشر وناجح في الجامعة ويقري وعنده أبحاث، يدخلوه الحبس لأكثر من 100 يوم وما يتسألوا خير إن شاء الله. ساعات نسمع سونجور نسمعوا قالوا شي واحد يروح لافريك يحكموه هذوك بوكو حرام وما نعرفش هي ويطلبوا ان رونسون ولا في المكسيك، فيقول عنده سونجور عنده 115 جور. لا بصح هذا حكمته الدوله الجزائريه سي با نيتا تيرورست، يعني الحمد لله الدوله محررها وايطا، يعني كيفاه تحكموا مواطن في كندا معترف به كاستاذ كباحث شرشور عنده قيمه؟ فهم يحبوا يتسائلوا. هذا الاعلام تاعهم اللي ما حضرش جوستومون لا سيريموني تاع تبون اللي كرم فيها الاعلاميين، فيتسالوا عن هذا الرجل اللي هو يعني ما 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 لا بوتي عبيده مع عينيه زرق ما شعره اصفر، ما هو اصله كندي، هو جاكي غير كسبها، ولكن اصبح مواطن يتمتع بالحقوق كما هو كما هي. نروحوا نسمعوا واش تقول عليه المبعوثه تاعهم اللي تكلمت. تفضل. Ouais, c'est un chercheur en géopolitique. Il a la double citoyenneté, donc il est citoyen canadien, citoyen algérien également.
En février dernier, il était en vacances avec sa famille, sa femme, sa fille de 4 ans. Quelques jours après son arrivée en Algérie, il est arrêté, emprisonné à la prison de Boussouf à Constantine. Il est accusé de réception de fonds dans le but de commettre des actes répréhensibles et de publication d'informations classifiées sur un réseau électronique. Il faut aussi comprendre le contexte en Algérie. Selon Amnesty International, depuis les deux dernières années, il y a eu des centaines d'arrestations arbitraires de membres de la société civile, de défenseurs de droits de la personne et de journalistes. Alors aujourd'hui, sa famille réclame sa libération et la tenue d'un procès juste et équitable. Il faut comprendre le contexte en Algérie. Il faut comprendre le contexte en Algérie. Il faut comprendre le contexte en Algérie. Amnesty a dit qu'il est un pays qui a été créé pour les enfants. Il a été créé pour les enfants. Il a été créé sur Facebook et il a été créé pour les enfants. Il a été créé pour les enfants. Il a été créé pour les enfants. Il a été créé برك الكونتكست انه امنيستي قالت باللي النظام ما يحملش الحريه التفكير والحريه الاختلاف والاراء. انا مدابيه كما قال خونا محمد نود شويه اسبار نقول لا ما كانش منها ولكن كاينه منها. وشوفوا الخدعه يا خوتي، نزل الى الجزائر هو ومرته وبنته باش يروح فاكونس ماشي باش يحضر اجتماع ولا تجمع فيحكموه. وهو شرشور فقالوا له واش دخلك انت في السياسه؟ فهو قال ماني بروفيسور في لا جيوبوليتيك ثم اختصاصي. ما دخلكش، حنا ما عندناش هذا الاختصاص، حنا هذا الاختصاص تاع العسكر، لا جيوبوليتيك ولا بوليتيك تاع العسكر. هذه من ما فتتقلب الامور في راسه. شرشور في الجامعه وداخل في دي زون جي زعما ويروح يا خوتي فاكونس في عطله في بلاده، كان قادر يروح لاي بلاد اخرى، راح يدي بلاد راح يتم في امان، راك في الحرمه تاع بلادك. فهر واحد شوف بلادك وش تدير. وهاي كما قلت لكم صورة الجزائر في الخارج. طبعا كما قلت لكم قبيلة باش نربطوا لي دوز انفورماسيون، يستعملوا أبواق لتلميع صورة الجزائر من الداخل وكذا، لكن العالم الخارجي كما قلت لك هي الكونتكست، راهم معروفين أنهم ناس يعتقلوا أبنائهم لأنهم داروا دي بوبليكاسيون ومدوا رأيهم. خونا محمد تكلم وقال أنتم ما تمدوش إسبوار وأنتم كذا، هذا رأيه احنا نحترموه خونا محمد. ماشي محتم انه رايي يكون كيما راي خويا محمد، هو يشوف فيها غلط ربما ومن حقه. كي ربي خلقنا كيما هك ما نقدرش انا نتهجم ولا نعاقبه ولا وقيس على ذلك السلطه تاعنا. فما بالك كون جيت عايش في بلاد وان انت تختلف معاها بالنسبه لك خطر وتهدد فيها وترميك في السجن 100 يوم. والروبورتاج ما يحبسش لهنا يا خوتي لاهميه احترامهم للحقوق. او كندي تسمى حقنا، هذا كندي يروحوا للعائله تاعو ويزيدوا باش يبلغوا الراي العام ويسونسيبيليزيو حتى تولي كنديان، ويقول لهم باللي شوفوا العائله تاعو كيفاه متاثره وكلش باش انتم تحسوا بهذا المواطن الكندي. نسمعوا العائله تاعو واش تقول. تفضل خويا المخرج. كوم لا رياكسيون دان بير كي ابران كو سون فيس ات اون بريزون. جو با دير اوترومون. جي با يو لوكازيون دو لو روفوار. C'est un garçon brillant qui peut apporter et qui va apporter beaucoup de choses. Disons que c'est une mauvaise expérience. Et je lance un appel, non pas au gouvernement, gouvernement fédéral, je lance un appel au gouvernement algérien. De considérer que c'est de regarder son cas. Son cas n'est pas un cas de détention préventive. C'est quelqu'un dont la place n'est absolument pas en prison. C'est un chercheur, c'est un expert qui travaille pour une ONG impliqué essentiellement dans la lutte au crime organisé. Et donc, à l'évidence, il y a eu une erreur sur la personne. Et donc, oui, j'ai été profondément choqué par son arrestation. Et nous le sommes tous, je dois dire, au département de sciences politiques. Les professeurs, beaucoup d'étudiants l'ont connu. Les professeurs, les étudiants, le directeur du département géopolitique. L'autre, c'est la famille. وبهذا اسمه هذا التيموانياج دو بون فوا، يقول تسمى يهضروا عليه باش يسونسيبيليزيو الناس، يحسوا الناس، والناس اللي ما يعرفوش هذه القضيه يتاثروا يقولوا مسكين وكذا. سبحان الله، تقول جزائريين يساندوا في ولد بلادهم جزائري، احنا في بلادنا هذا يشيطنوه ويجيبوا لك في اثنين وشفنا عنده علاقات مع المخزن وعنده ربط انترنت وهذا مشبوه وعنده ايادي يشيطنوه يقلبوه شيطان. هما العكس، مواطن في حبس يعني يجيبوا العائلة ويديروا عليه روبورتاج ويقولوا شوفوا سبحان الله من خيرة الناس، شرشور وعنده بالك ماجستير ولا دكتوراه وكذا. شفتوا يا خدي، احنا هما كون يشوفوا لي زيماج تاع ماجستير تاعنا اللي حطهم خويا المخرج وقاعدين يندوا يهبلوا يقولوا قلبوا ربي اش معاه. هما كيقولوا شرشور ويقولوا ماجستير دكتوراه تسمى
حاجة كبيرة. احنا لا وفي الطريق مسكينة ويندد يا بالدار نورمال، احنا ما تفرقوا بينه ولا بين عمال البلدية ولا بين واحد قرا ولا ما قراش ولا نورمال، احنا عنا عادي. هما لا، واحد يقول لك سيت ان شيرشور، نسمع وش تقول عليها، تقولها عندك او سيت ان شيرشور؟ اه سيت ان شيرشور. تفضل اخر، زيد حط لنا الفيديو تاع كندا اخويا الوقت. On disait diplômé de l'Université de Montréal et d'Ottawa, un chercheur reconnu. Oui, tout à fait. Il avait donné de nombreuses entrevues. Il a contribué à la rédaction de nombreux articles, de chapitres de livres, d'ouvrages collectifs également. Il travaillait pour une ONG internationale qui travaille pour le, donc, contre la lutte au crime organisé. Et Affaires mondiales ne donne pas beaucoup de détails sur le dossier, autre que de dire qu'il est au courant qu'un homme est détenu en Algérie qui est d'origine canadienne et algérienne. Merci beaucoup, Marie-Isabelle Rochon. Au revoir. شفتوا شيرشور، ايه وعنده ديبلوم في الجامعه وحطوه في الحبس، ايه لا يولي شيرشور مطيشين مساكن انت وش بيك؟ شيرشور مساكن تما نورمال، احنا شرشي شرشي يا شيخ شرشي، هما محايرين. شيرشور دخلوه للحبس، شيرشور في لاجيوبوليتيك، ما تخافوش على سمعه البلاد، ما تخاف قريب تقولها ما يخافوش ربي يا دم، ما يخافوش دعاوي الشر يا لطيف، قريب تقولها مسلمين بكتبين شيخ ماري جوزيف ولا في شيء. علاه يا اخوتي علاه يشوهوا في الصوره؟ علاه يا اخي؟ للاسف شديد. وتقولها وديتنو مسكين دوبوي 100 جور، يا حسره لو كنتم تعلمون. والله راهي كان ناس ماشي 100 جور، راهي كان ناس من التسعينات، وناس كيما نقولوا ماشي دي شيرشور، دي ولدي بي اتش دي، السيد عندهم دي ديبلوم. هذوك اللي هزوهم في التسعينات يا خالتي تقول خيروهم، غير النخبة هك اللي ديبلومي. مادام حكينا عليهم البارح مساكن، يعني شوف يعني تضامن الشعب الجزائري، وداروا وقفة من أجل هذا تاع التسعينات. شفتوا في كندا يديروا تحسيس باش الشعب يساند هذا المواطن الكندي بين قوسين. احنا في بلادنا شوفوا المساندة للمواطن الجزائري، شوفوا الوقفة هذيك تاع سجناء التسعينات قده جاوها يا خالتي. تفضل خويا المخش. اليوم رانا 7 جوان 2023. باخير خالتي، راكي عيانة شوية. عيانة شوية، عيانة بزاف. ربي يقدرك ان شاء الله. صحة بلي جنجي. كي يكون عندي شوية كرة نجي لهاد البلاصة، لا ننساش وليدي، لا ننساش. كاين اللي ينسى كبدو؟ ها؟ ما كاينش اللي ينسى كبدو؟ اه، ما ننساش، ما نبيعوش وليدي، ما ننساش أنا دراهم، نصح وليدي. شفتوا خاوتي؟ عتوس 3 4 5 6 مساكن بقاو، الأم ما زالت واقفة صابرة، ماشي 100 جور، 20 ولا 30 سنة وما عم بلاش حتى حي ولا ميت. خونا قبيلة يتصل يقول له ولدي راح محمد الله أعلم المستغانم، راح 25 ديسمبر راح تم، هو راح. تخيل هاد المرأة راح سنة ما نعرف 94 ولا الله أعلم من أي سنة راح، ما زالت لليوم. شوف كما قالت هذيك تاع كندا، يفوك تفهموا الكونتكست في الالجيري. شعب والف بالحباس، شعب والف انه يجيو يخطفوهم الدار عادي، 100 200 يومين 3 سمانة والفنا. كريم طابو محكموهم داوه، وين هو؟ خلي بعد سمانة يبان نورمال، عمل فركتو حتى يلقاوه. والفنا باختراق القانون، والفنا كما قال البرلماني الرئيس يهدر هدرة والوزير يطبق هدرة ويخرج الشعب للشارع، يا رئيس ما فهمنا والو، والفنا بالفوضى. ولفنا وباه نكلمي وروحنا، لازم نصبروا بعضنا. اصبر بركه، اصبر بركه يتفرج ان شاء الله. شغل فهمنا باللي الصبر هو انك تقعد ما تدير حتى شيء، هذا هو الصبر؟ لا، الصبر هو انك تجتهد كيف يفسروه العلماء، وتنتظر وتنتظر النتيجه ما تخرجلكش درك، اصبر النتيجه بالك تجي من بعد. بصح ماشي معنى انك ما تدير والو، اني صابر يعني ما ندير والو، لا، هذا تسمى ما ندير والو. الصبر هو انك تفري تجتهد وتعمل تعمل تعمل، ولكن اصبر على النتيجه بالك ما تجيش درك، بصح انك تربع يديك وتنتظر نتيجه، لا، انت تنتظر مش في الصبر، في معجزه ربما تطيح لك من السماء. على كل حال خويا قال لي كاين مكالمات، تفضل اخويا المخرج. مروان خويا من وهران، السلام عليكم سي مروان.
اهلا وسهلا سي مروان. كي راح بداك مليحه في لاباس. ربي يحفظك ومرحبا بك. راك تلك تلط فيك وما تعاود الخير تاع تسلم ما راكش في الماء. والله ما فهمت هالجمله دي. والله ما فهمتها معليش. تفضل سي مروان مرحبا بك. عاوا حاب تتكلم يا سي مروان. ارسيا. نعم. قلت لك راك سلكتكم دعوه الخير تاع تحت سلال ما راكش في الماء. نسلكت صح صح. الله يدخلوا بالخير مسكين سلال والله والله يغيدني. بصح ما درتش اخوك عليه دير دير باطوني عليه. الله الله ربي يحفظك يا سي مروان. مستحيل دير 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 ابوك على سلال. ما كانش لابوكا مسكين حتى سلال قال ارميوني في البحر ما تدفنيش. راك تدير دعوه الخير من عنده نتايا. ندي في دعوه بالخير والله صح. تقطعت. كريم خونا من الجزائر. اهلا سي كريم. تكوبات وقيله انا تاع كريم. علاش يا خاوتي والله هاك شوفوا فيهم هاد نتاع السجنات تسعينات مساكل ومازالوا صابرين. هذا يقول له صبر توقف ودير وقفه وكلش اصبر يا الحاجه. اما انك تقعد في الدار ما تدير والو وتشوف اقتصاد رايب تقول اصبر اصبر دوك تتعدل. تعدل. الناس قاعده تخرب. الناس قاعده تخرب. الناس قاعده تهدم وانت تقول اصبر اصبر دوك تتبنى وحدها. لا الصبر هو انتظار النتيجه بعد العمل. ما كانش عمل ما كانش نتيجه ما تكزيستيش ما كانش منها خلاص. هزي إليك بجذع الشجرة. حتى السيدة مريم يعني عليها السلام وهي بالكرش يعني كانت قادر ربي يجيب لها يعني حاجة. لا في الآية حركي الشجرة اجتهدي تطيح عليك الغلة من الفوق وتاكلها. يا با دو ريزولتا سون زيفور. يا با ميم سي لي سيمبوليك لازم تدير لي فور. ما طاحتش دركا اصبري زيدي حركي زيدي زيدي حتى نطيح الدقله تاعك ولا تطيح الغله. تفضل اخويا المخرج تفضل. الساقط اليك رطبا جانيه. رياض خويا. الو السلام عليكم يا سي رياض. سي رياض علي. علي اسمح لي يا خويا علي. اسمح لي يا علي. من تيزي وزو. علي من تيزي وزو مرحبا بك يا سي علي. راك على المباشر اون ديريكت تفضل. السلام عليكم. تحية المغربية. مرحبا. صرت له البارح حراقة. صحاب حراقة ماتوا مساكن. عندنا 8 مواسيف. استنى سيتي يعني خرجوا البارح ولا يعني كيما خرجوا له البارح له البارح. خرجوا له البارح وماتوا. جابوا واحد واسمه كوسيل الله يرحمه. زاد بانوا زوج اليوم. هذه في تيزي. ماتوا في 11. كان 8 ماتوا في 8 جابونا 3. من تيزي هما سي علي. تيزي وزو بلدية واسيف. في 8 من نفس البلدية. بلدية واسيف. والله ما سمعت بها يا سي علي. والله دوك راهم دوك راهم بعثوهم في الفيسبوك. مسكناهم وماتوا الله يرحمهم. مازال ما جابوش الاخرين. الحال مليح يعني يعني ما واش صار خير ان شاء الله. سبحان الله. راهو حراقة مساكن المشاكل راك شفت بروش دار لنا الاخر. ما عطانا والو ما نخدموا لي جون راهم يدوروا مساكن خلاصوا لي جون في تيزي وزو خلاصوا. مساكن والله يا خالتي والله ربي يرحمهم. والله يا سي علي يعطيك الصحة كي قلت لنا بدك نبحث باش غدوة نحكي عليهم إن شاء الله. والله سي تريس يعني خالتي نزيدوا نذكروا هذه الحرقة راه يموت يا خالتي كيتو دوبل تما يعني غدوة نحكيوا عليهم ربي يرحمهم وربي ينقص علينا هذا الظاهرة. تفضل خويا المخرج. عبد الكريم عفوا سي عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا خويا العزيز مرحبا بك. خويا لطفي واش راك لاباس؟ لاباس لاباس شكرا ليك. نحييك ونحيي كل الجزائريين في الداخل والخارج. الله يحفظك يا سي كريم. الله يسلمك خويا لطفي. يا خويا لطفي والله غير على بالك حرت منين نبدا. الاخ هذاك اللي كان يقول لك ليسبوار ولازم لازم الشبيبه يصبروا. راك معايا لطفي؟ نعم ها نعم. هذاك الاخ اللي قال لك لازم الشبيبه تصبر ولازم كذا
حنا ماناش نقولوا كاش واحد ما هوش صابر في الجزائر. شوف خويا لطفي اللي خدامه وصابر، اللي بطاله وصابر، اللي مسكين ذوي ذوي الهمم مساكننا مصابرين، كاش واحد ما هوش صابر في الجزائر. صح, صح يا اخي لطفي، البارح كنت نشوف واحد الاخ مسكين في دويره 130 قطار تاع داليا تاع عنب. خويا لطفي شاب مسكين جابوا له الكاز يريبوا له فيها مسكين، حرطوها له كامل بالكاز باش يبنوا باطيمات. هذا الشاب هذا يقدر يصبر خويا لطفي؟ 120 قطار تاع عنب خويا لطفي، كي قريب توجد الصيفة وجابوا الكاز ونحوها له كامل مسكين، ما خلاوش حتى ينحي الغلة. خويا لطفي ويقول لك رانا ندعموا في الفلاحين والفلاحة. 130 قطار خويا لطفي، كيفاش حبيت الشاب هذا مسكين يريح في البلاد هذه؟ علاش اسبانيول يدعموا في الفلاح؟ شوف الفلاحة في اسبانيا، شوف الفلاحة في ايطاليا، وعلاش الجزائر غير يبريزي في الجزائريين؟ وشوف يعطيونا واحد الصورة في التلفاز الجزائري زعما كأنهم راهم يدعموا في الشباب ويدعموا في الفلاحة ويدعموا. يا اخي راكم تقولوا راكم تدعموا، حنا رانا نشوفوا فيكم راكم تريبوا ما راكمش تدعموا. البارح فلاح يشكي من مدينة مستغانم، واحد اخر يشكي من اطرار، ولا اخر يشكي من ورقلة، ولا اخر يشكي من تمرات. يا اخي راكم تقولوا ندعموا الفلاحين، يجي رئيس بلدية ينحي لهم الأراضي تاعهم ويبني فيهم باطيمات ولا يبني فيهم سكنات ليهم. على كل حال باين الحكاية وين رايحة خويا لطفي. هذا تبون ما راهوش يشوف خاوتنا اللي يموتوا في البحر كل يوم. خويا لطفي بالله عليك ما راهمش يشوفوا الشباب كل يوم، يعطونا الرقم تاع الشباب اللي راه تموت في البحر. شحال من اللي بدات الهجرة السرية هذه، شحال مات من شاب؟ اعطونا الرقم، حبينا نعرفوا شحال مات من جزائري في البحر، اعطونا الرقم الرسمي، شحال مات من جزائري باش نعرفوا وين رانا لاحقين. هاي الشباب راه تموت ومازال خويا لطفي. راني شوف اقسم لك بالله نخرج للشارع نسمع لجان يهضروا غير على الحرقة، يهضروا غير على كيفاش يدبروا دراهم كيفاش يروحوا. خويا لطفي شوف اللي مبلي بالكاشيات خويا لطفي راه مبلي بالكاشيات، واللي راه مبلي بالحرقة راه مبلي بالحرقة. والناس الساكن ولاو يمدوا فيه بالمعرفة، لا ما عندكش معرفة. شوف هذوك تاع الجامع اللي خرجوهم الجامع ورموهم برا، اقسم لك بالله لو كان عندهم الكتاف وعندهم التليفون والله ما يترموا دقيقة. وكاين ناس كانوا لاباس بهم خويا لطفي عندهم بيلا دخلتهم شوية شتا، شوف داوهم ودعموهم. يعني الدولة تاعنا تمشي مع الوقف، وكأنه كاين شعب وكاين شعب. صح كاين شعب هذاك الفقير المحطم المسكين هذاك يعفسوه، وهذاك الشعب اللي لاباس به هذاك مسكين. شوف الشعب اللي لاباس به هما مبينين معاهم خويا، هذوك هما اللي يصفقوا لهم ويطبلوا لهم، هذوك راهم يدعموا فيهم. شكرا لك يا خويا كريم. يعني واش راح نقول لك يا خويا، الشيء اللي تقول فيه يعني كله واقع، كله واقع يا خاوتي. كشغل كاين شعب وكاين شعب، كاين شعب نقدر نجيبه في التيلي ونديره خطاك راح يساعدني، راح يهدر لي في الإعلام ويقول لي راك بيان، والشعب الآخر تما ما كانش حتى نيكيليبر. ماشي قال لك انا ترانزيسيون، قال واش معليش، وشعب متوسط يا سيدي عايش نورمال. شوفوا مثلا هاد الناس طيور، الناس كي يجيو من الخارج ساعات يحيروا، شوفوا كيف عايشين. تفضل خويا المخرج. سي سا aussi au bled. Ça c'est quand t'as pas d'eau dans ta citerne. Le monsieur il te remplit ta citerne. Je sais pas si ça coûte 1000 ou 1500 dinars. Celles qui l'ont déjà fait me confirment. Je vous filme en fait cette partie-là. Comme ça ceux qui connaissent pas du tout l'Algérie et qui regardent que des paysages touristiques. Il y a aussi des endroits comme ça. Donc voilà. Peut-être que cette vidéo elle va déplaire à certains. ماء صالح للشعب للشرب اخوتي، ما كانش. الناس يجيبوا في السيترنات تقول عليك راك في اوكرانيا الحرب وحاله، شو الطريق مفلقة؟ تقول له يا ولدي هذه بالك في حي صغير انتم ما جبتوا، شوفوا ذاك الحي والريبه. ما ولدي راي معظمها كيما هك. والعجيب يا خاوتي ياك شوف الدنيا بالامطار. شيء اخر انا حابين نشوفوه يا خاوتي، كما قال خونا درك كريم كيتكلم يعني على العائلات اللي سحتوه هذوك من المسجد وما سكنوش، يعني هل سكنوا ولا مازالوا حقه؟
ولا صاي نسينا داك السوجي. تبون اللي قال 48 ساعة وأمر سيدي السلطات هل سكنوهم ولا كما قال البرلماني تبون يهدر زي والوزير يطبق زي. نروح نشوفوا خميستي وحالتهم. تفضل أخوي المخرج. السلام عليكم. هذه حالة المنكوبين بحي واد خميستي بلدية خميستي ولاية بازا. لحد الآن تمر 15 يوم على الكارثة، كارثة التقلبات الجوية بولاية بازا، ولحد الآن هؤلاء العائلات ما زالهم في الشارع بيهم بالأطفال نتاعهم، مازالهم في الشارع. وهذه الحاله تاعتهم اللي ولاو ليها لي طونت وطن الاكل في الشارع، لانهم بمازالهم في الشارع لحد الان بعد مرور حوالي 15 يوم. النساء في هذا المكان والرجال في هذا المكان، وراكم تشوفوا. هل هذه هي جزائر العزه والكرامه؟ هل هذه هي الجزائر الجديده؟ مع العلم أن العائلات هذه لم تستفد بتاتا من أي صيغة سكنية ما كانت. حوالي 9 عائلات لا زالت في الشارع لحد الآن. من يحاسب هؤلاء المسؤولين على هذا الشيء؟ شفتوا يا خالتي، تخيل أنت ولدك راه راقد في هكي مكاك في نص هذاك الحاله، واش تقول له ولدي اصبر؟ يقول لك معليش يا بابا قداه نصبر، عندك ضاط مع كيفاه مالها. تخيل يعني هاد الناس كيف عايشين، هل الشعب يعني راه متضامن معاهم؟ ماشي وسامع بهم اصلا، لانه الاعلام ما يتكلمش عليهم اصلا، ما تلومش الشعب وجا الاعلام يتكلم عليهم. الاعلام كون يتكلم على قطه درك تولي ستار هذيك القطه، ما دارت والو مسكينة حياتها كاملة، ما تفرقش بين الشجرة وبين العبد وبين لا لا لا. ثم لازم ندرس القضية القطة ولا بسيكولوجية تاع الحيوان. لما سمع آيات من القرآن فتحبوا ندخلوها بالسيف في إعجاز معجزة، لكن لما ناس مرميين البرة في الطريق كل الأحاديث وكل الدروس الدينية وكل السير ذلك كل ما سمى يسقط عدولتين لا وتسمى ولازم وتبون خاطي والدولة خاطية وشكون تان. عيب والله عيب عيب. كيفاه يعني أمة كاملة بالعتاد اللي عندها مش هقدرة تسكن 8 عائلات وتخليهم يعني مرمدين كيما هكا وما تتحركش تقريبا 10 أيام ولا سمنتين ولا حادي. خادي هاد مراهم عباد، راهم أمانة عند كل مسؤول. احنا شفناهم يا سيدي كيفاه ما يشوفهمش الرئيس المسؤول الأول على البلاد، نقولوا المير ما يسواش ونقولوا لي زيلو مع منافق اسيدي زعما مثلا المسؤول الاول تاع البلاد ما عم بالوش. احنا شفناهم والناس هي تتفرج فينا درك من كندا وشافوهم ويعم بالهم تسم. كيفاه الرئيس اللي خدمته يعلم هذه الامور ما عم بالوش وما يتحركش؟ حيره يا خوتي والله غير حيره. هام دراري صغار مساكن وش ذنبهم هما؟ وين جمعيات حمايه الطفوله؟ وين الهلال الاحمر تاع هذيك القيلوله؟ وينهم هذوك؟ كون جات في تركيا يقول لك تبعتنا الطائره الاولى والطائره الثانيه والطائره الثالثه وحنا الاولين، حنا الاولين في تركيا كي سمعنا الزلزال في سوريا الجزائر كانت الاولى. بصح على شعبها مسكينها وحفيان كي لاجئ واحد لا سامع بهم، لانه هذاك كما قلنا لكم استثمار اعلامي. لازم نهضروا للاعلام باللي رحنا ودرنا كما فلسطين، وحنا مع فلسطين واقفين مع الشعب ونبعثوا وحنا مع الصحراء وهذا وشعبك. شحال ما كندير لهم ساكن وشي حتى انكش ما تجيهم قناه ويقولوا عمي تبون وبرك. هذيك عندها صدى اعلامي كبير، وهذوك لاجئين وهذوك كذا وتكبرها. اما الحقيقه شعبك راهم مرمي. نزيدوا كيف كيف يا خالتي، نزيدوا رساله شاب عجبني مسكين يحكي هو تاني على الوضع بعد الفيضانات بعد اسبوع حوالي. نزيدوا نروحوا نشوفوا الفيديو يا خويا تفضل. بعد اسبوع هالواد هالطريق الحمله عندها سمعنا الطريق والله ما خدموها والله واحد ما بدا فيها حاجة. الطريق نهضروا على الطريق تاعنا تطلع خدموا الطريق تحت الطريق ناسيونال روت ناسيونال يونيفوتو الطلوبيلات. مي حنا عندنا هنايا والو حاجة لا شوف
بوندون سمانه جاو ثقبوا ثقبه هنايا باش الماء يهبط ها والطريق ما كان لي يهبط ما كان يطلع زعما اكزومبل انا كون يما تمرض ولا يمرض واحد من الجوارين كيفاش يهبط في طريق كيما هاك شوف شوف الكاميو تاعي وراه مقاري يعني هذا انا نخدم به بلا به راني قاعد تبع راني شد الدار وقاعد عنده سمانه ما صغرش من هذيك البلاصه ما كاش وين يهبط لا غالب يعني انا ما دومونديت حاجه من البلاد ما قلت لكم خدموني ما قلت لكم شربوني ما قلت لكم موكلوني ما كنحتاج ما نحتاج والو بارك الله فيكم بصح انا انسان نخدم مع روحي هذا الكاميو تعبت عليه بجبدو باش نخدم به ما جبدوش باش نقاري فوقه انا مخلص لافينيات باش نمشي في الطريق بصح ما كاش طريق نمشي فيها بوندون سمانه ما كاش انسان قاعد جاو هنايا ماكش انسان تكفل بهذا الطريق وخدم اخويا بوندون سمانه مازال ما دار فيها اي حاجه كون نقولوا راهم يتسبب وراهم يجوا يخدموا في حاجه ما نهضرش حار عليها راهم غير بالعقل بالعقل بسك على هنا خدمه كبيره وخدمه صعيبه باش يخدم هذا الطريق معليش صح ما كاش لي جا هاي بوندون سمانه بنادم ما كنت تشوفوا فيه هاي الطريق اول الواد تاع الكوتي اللي مليك نقاوه وعاود يحمل وهذا الواد تمشي ملقي كون يعاود يحمل كيفاش يصرا فينا احنا هنايا فهمونا شو الطريق كيفاش راهي شو الواد هذا واد شو كيفاش راه خلاص تردم راح ها ها وبزيد تشوف مليح شو راه فايت ها فوندون سمعنا اخويا ماكش لي زاد جا فينا هنايا والو حاجه لا لا ها كيفاش نفوتو دوكا كم يوم يهبط بار اكزومبل ما نخدمش على روحي كيما قلت لكم خدموني ياك لي جان كاع مي حاضروا الدولاد ما هدرتني دوله اني تبوني كل واحد ربي يعاونو كل واحد ربي يعاونو برك يخدم لي طريق نخدم كاميو يا خويا هذا واش كاين هذا واش نحتاج هذا واش نحتاج يخدم لي طريق انسان يروح يخدم يجبد كاميو ويروح يخدم كيما قلت لكم اعطوني ماني كيما لي جان هذوك الصغار تاعي ودي تبون ودلي الحمد لله يا ربي انسان خدام سبورتيف ني دخان ني كاشيتني والو حبيت نخدم على روحي اخدموا لنا هذا الطريق خلي انسان يدي كاميو ويروح يخدم ما قلت لكم اعطوني ما تعطوني جامي جيت للبلديه جامي جيت رحت للدائره جامي رحت مشكيت لبنادم وشكوى الرب العالي هذا واش كاين شي تخدمنا الطريق تاعنا اخويا هذا واش كاين والسلام عليكم وان شاء الله تكونوا فهمتوني وفي اقرب الاجل تخدموها يا خويا نعاونوكم برك ديروا بريمي با حنا كاع رانا كاع حنا في الحومه كومبلي كاع نعاونوكم كاع نجو نعاونوكم ديروا بريمي با هذا واش كاين هذا واش كاين بريمي با ابداو تخدموا في الطريق وحنا نعاونوكم الحاجه اللي تحتاجوها الحاجه اللي تحتاجوها انا نعاونوكم خويا رانا هنا شفتوا يا خاوتي على بوندون راحوا لكاميرا والنشره والوزير اللي كان يحوس هذوك بالجدرميه صاي راحوا دوك بقيت تما امام الواقع بصح معليش اصبر هاو قال لكم هاني صابر بصح اعطوني مكان اصبر حتى كيش ما من طيح معجزه من السماء هكا يطيح الكودرون تتصفى وحدها هكا هاو مساكن قاطعين له الرزق تاعو مساكن هاك تشوف الطريق كيف راح ياكل والناس الاخرين كيف راح يخدموا كيف راح يروحوا يقراوا أو مهدد بالجوع ومهدد حتى بالواد بس الحمد لله يعني الرئيس تبول والقيادة والبارح يعني شفناهم في اجتماع كبير ضد التهديدات السيبريانية سيد مهدد بالواد وهو يقول لا لا دوك ندير لك احنا انتي فيروس باش ما يدخلوش يجسوا علينا يا ولدي حنندب بيه انا الانتي فيروس انني ما عنديش باش نخرج الكاميون انني طريق هذا الوادك ما سقمتوش وقادر غدوة زي تسرى معليش قدر الله ما شاء فعلنا نحتسبك من الشهداء ان شاء الله كيما هكا يا خالتي مرميين علاه المسؤول ما يجيش علاه ما يستفقدش وعن بالي كنا نقول كيما قال الاخ انتم تنوضوا بتبون تقفلوا تبون نقول لكم علاه اختك نغيروا كي نشوفوا واحد لي زيماج خويا المخرج اذا تكرمت يعني حنتعبك شويه نشوفوا دي زيماج من زيلينسكي يصل الى خيريسون ليتفقد اثار الفيضانات ناجمه عن تفجير السد طيارة يعني مش حملة طيارة فجرت سد تفضل خويا المخرج يعني هدد الجرافيزم يعني زيلينسكي دخل في نص الفيس يا ولدي يا وريسك ويزور يا خاوتي راهو في زون دو غير جاي يشوف الناس اللي بومبارداوهم في نص الحملة تم قادر يكون حاطين تم كيما نقولوا سنايبر ولا قناص راهو يستنى فيه يجي ويعطيه لا شفتوا علاه نغيروا احنا كي نشوفوا مسؤول يخاف على شعبه نقول يا حسره كون جعلنا مسؤول كيمك ما قلنا لوش تبون نروح للحرب وانا البقره والقناص روح برك لتي بازا تي بازا ابي توصل شوفوا يا خاوتي
راهي زون دو غير متحالفين فيه دولة كاملة واش من دولة راهي روسيا تما بالساتيليت قادرين يجبدوه ويروح فإذا ما متغيرش سبحان الله تما وانت تقول لا مش من مهامه انه يروح بصح يروح كاين مهام أخلاقية يديروها هاد الناس كاين ان كونسيونس كاين ضمير باش الشعب كيشوفني كما قال خونا محمد ترفع شويه الاسبوار ترفع المعنويات وما كان له ندخلوا على الشخصيات في العالم اللي داروا هدات كيما هكا نبدا من درك حتى انا سينا يقول لك تجبدوا على الرسول وكما نروحوش الرسول رانا في زيلينسكي برك صلى الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني باش ما تقولكش هذيك راه قناه دينيه وما نعرفش هي زيلينسكي برك يا خاوتي يروح لزون دو غير تسمى اوريسك تما دير حراسه ولا ما ديرش حراسه تما كي تجيك بومبا راح انت حتى تحميه ولا ما كانش ويروح ويشوف جسر تفلق بالماء والمواطنين مساكن راهم حاصلين حنا تي بازا مازالوا عائلات بيتين برا تقول رانا في اوكرانيا ولا مسؤول جا طلع عليهم وكون يروحوا يباتوا في المسجد يزيدوا يسحتوهم من المسجد فكي نشوفوا حنا مسؤولين كي مكه نغيروا الله غالب اخويا واش حنقول لك عادي كان تغير ونقول سي تبون الله يهديك دير هده هك لا 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 أنا درت هدى مع الفنانين احتراماتنا لكل الفنانين والهدى اللي دارها وكذا ولكن هذه هدات تاع رجولة هذه من المهام عادي جدا لكن أنك تروح لتبازة ولا معليش بور لو جيست تسمع للناس وبلك الناس يزيدوا يسلموا عليك ولكن الله أعلم وعلى خير للأسف الشديد هذا كما يقول أخونا لازم نصبروا نصبروا سيدي حتى كشم الرئيس يخرج يضرب تحويسة سيدي روح حوس يا سيدي ما تروحش لزون اوريسك لا الفيضانات لا والو روح بركة شوف المساكن خاوتنا اللي من الصباح نعتوا فيهم قال ماجستير روح للوزاره بركة العمل اخي عديت وزاره الدفاع اي بحداها متدوره وزاره ما نعرف العمل ولا تاع روح اضرب طله برك اوقف باللطاي بركة سيدي حتى باش يقولوا روزار للاسف الشديد هذه من المهام الاخلاقيه ما كايناش وهي تعكس حسن النيه ولا تعكس ربما لونفي انك حاب فريمون شعبك يتقدم وشعبك يدير كنت حنكمل ولكن يعني خونا هضرنا على تيزي وزو على حراقة ماتوا واحد لا سمع بهم ماتوا اخوتي واحد لا سمع بهم تقول رانا في قرة صح رانا مهددين صح بصح مش من الامور السيبريانية الحرقة والجوع والواد والاهمال الى اخره ولا يا اخوتي ما كان لا نكملوا وش بقالنا حتى كن يعني سنو ندخلوا في مواضيع أخرى لأن الأمور ما زالت أكثر وأكثر نشكركم على المتابعة الأحباب إن شاء الله كي نقتدي وكما نقولوا نأخذوا بالنصيحة تاع أخونا نحاولوا نرفعوا شوية الأمل شوية إسبوار باش ما نخرجوش ونفضوش حصة والناس مدمرة تقول والله عنده الحق خلات البلاد يا لطيف من قال هلك المؤمنون كان أهلكهم تم احنا ما نقولوش باللي تهلكت احنا نقولوا بالعكس الاجتهاد درك وين يبدأ من أجل تغيير هذا الوضع إلي بوسيبل دو تغيير هذا الوضع ديسي لا نتمنى تكونوا في صحة وعافية نتلاقاو غدوة بحول الله إن شاء الله ربي يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.